عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هشرح لكم ازاي حضرتك تتعامل مع اي جهاز كهرباء، سواء تلفزيون، سواء ريسيفر، سواء مكنة او مشاية. طبيعي ان انا هيكون عندي هنا الفيشة موجودة باستمرار، ما شلهاش عشان اطفي، عشان ما بوص الجهاز الكهربائي ده عندي، عشان ما بوص الباور بتاعه. لو فضلت ان انا افصل من هنا واركب وافصل واركب من الفيشة العمومية، لازم الجهاز هيبوظ معايا الباور مع الوقت. طيب انا الفيشة عندي راكبة ثابتة ما بغيرهاش، هتكلم عن المشاية الكهربائية. هتشوف لازم طالما حضرتك بتستخدم المشاية الكهربائية، هاجي هنا لازم يكون معايا مفتاح الالانكي دوت، يعني لازم حضرتك يكون عندك مفتاح الانكي، لازم يكون عندك الزيت اللي بتزيد بيه مشاية المكنة. هتعامل مع المكنة، هتعامل من زرار الباور بتاعها بالظبط كده. يبقى انا هتعامل على طول من زرار الباور، افتح او اقفل في اي جهاز كهربي عندي. هنيجي نشوف ازاي احنا او انا ليه محتاج دول دايما معايا. لو حضراتكم بصيتوا هنا، ممكن السير يجي يحدف معايا شمال او يحدف معايا يمين، سواء كده او كده. فانا باجي من جنب من هنا بتحكم فيه، بشغل المشاية وبتحكم فيه بالالانكي من هنا، ان انا اجيبه شمال شوية او يمين شوية، وقصاده في العكس برضو في الالانكي المكان دوت. بجيب السير شمال او يمين، انا اللي بظبطه بايدي، مش محتاج فني. حضرتك مش محتاج فني، الموضوع بسيط. كل ده اللي حضرتك محتاجه. بنبتدي ان احنا الاول عشان ما نبوظ الموتور، لازم يكون فيه تزييت. الزيت ده اللي حضرتك محتاجه بتيجي من الجنب كده، ترفع السير بالشكل ده، تحط نقطة، وتيجي في المنتصف وتحط نقطة، وقدام وتحط نقطة. خلاص انا عملت كده، باجي برضو من الجنب التاني وبحط نقطة، ومن المنتصف بحط نقطة، ومن الاخر بحط نقطة بالشكل ده، وبقفل الازازة. الموضوع ده حضرتك عشان تحافظ على السير لازم حضرتك تعمله. طبعا انا عندي السير متوسطن، فمش هلعب فيه بالارنكي خلاص، بس حضرتك عشان تقدر تحافظ على المكنه باستمرار، المفروض حضرتك اللي بتستخدمها اول ما صوتها يبتدي يخشن معاك، اول ما صوت المكنه يبتدي ان هو يخشن معاك، لازم تحط الزيت عشان خاطر الموتور. هبتدي دلوقتي ان انا اشغل المكنه، اقول بلاي. طبعا ما ينفعش ازيتها وتقف عليها، لا انا هزيتها انا رجعت تمام، هسيبها. طبعا هي كده ماشيه، حضرتك هتشغلها على 3 عشان تمشي سريع اكتر، زي ما حضراتكم شايفين كده، هي كده على 3. زي برضو حضراتكم ما سامعين هي صوتها ناعم. المفروض ان انا اسيب العداد بتاعها يعد على 3 لمده 3 دقائق، وبعد الثلاث دقائق، طبعا انا هسرع دلوقتي، وبعد الثلاث دقائق بتجيب سرعه 6. وبعد، طبعا انا مزيتها قبل كده فانا بوريك بس ببساطه، وبعد ثلاث دقائق تاني بتجيب سرعه 9. وبعد ثلاث دقائق تاني بتجيب سرعه 12. وده اعلى سبيد للمشايه. وبالشكل ده حضرتك هتسيبها 3 دقائق، 3 دقائق هم 12 دقيقه، وبعد كده بتسيبها 8 دقائق تاني على سرعه 3. وبكده بتبقى خليتها 20 دقيقه، جرب مشيتها على كل السرعات. هتسمع صوت الموتور ناعم، او بمعنى اصح على 3 حضرتك مش هتسمع صوت الموتور اصلا. طبعا شرحت ازاي حضرتك تقدر تحافظ على جهاز الكهرباء عندك، انك ما تستخدمش الفيشه، انك تحطها وتشيلها، ده هيبوظ معاك الباور.
مع الوقت وممكن بسرعة بشكل بسيط. برضو اتكلمنا ازاي ان احنا مش محتاجين فني عشان خاطر يظبط لي سير المشاية عندي في البيت. اتكلمنا ان انا كل اللي محتاجه الانكيت بتاعها وكل اللي محتاجه الزيت بتاعها عشان ازيتها، وكده انا هحافظ على المكنة مش هيجرالها حاجة معاك لو استخدمتها بالشكل اللي انا قلت لك عليه. حضرتك هتحافظ على المكنة بتاعتك. واتمنى ان الفيديوهات اللي انا بقدمها لحضراتكم تكون مفيدة يا رب، وتكون في ميزان حسناتي، واتمنى ان حضراتكم تشيروها عشان الناس برضو تستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.